كامل الشرف انها تحتضن هذا المولود الاعلام الجديد اللي غيشتغل بافاق واسعه باهداف نبيله وراقيه، لعل ابرزها هو المساهمه في الرقي بواقع الاعلام الرياضي في المنطقه الشرقيه، اضافه الى المساهمه في التأطير والدورات التكوينيه اللي احنا في امس الحاجه اليها من طرف اساتذه مختصين، من طرف اطر، من طرف كفاءات، من طرف اعلاميين بارزين على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الدولي، من اجل حضورنا كاملين في محطه تكوينيه بارزه تؤطر. اسم المكتب الاداري والتنفيذي للاتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربه، كنتقدموا جزيل الشكر للاخوان سواء على المستوى اللي اشتغلوا في اللجنه التحضيريه منذ مده، ولا الزملاء الصحفيين سواء من مصورين او صحفيين ومراسلين ومتعاونين تقنيين، على هذا الحضور اللي كيدل على اهتمام الشريحه الاعلاميه باقليم الناظور في تطوير الاعلام الرياضي الوطني بصفه عامه والمحلي بصفه خاصه. فقط نعطي واحد نبذه قصيره على اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربه اللي تنشا في نوفمبر 2006 بمدينه الرباط، وكان تاسس المكتب التنفيذي انذاك بعد مباشره بشهر كان اول فرع جهوي اللي تاسس في اطار الفروع الجهويه القديمه، ماشي في اطار هذا التقسيم الجديد ديال 12 جهه، كان ديال 16 جهه. اول فرع كان ديال جهه مكناس تافيلات، واللي كان عبد الربيع هو اول رئيس فرع جهوي كان شرف على ذاك المكتب ديال جهه مكناس تافيلات. من بعد واحد تقريبا واحد 6 شهور بدينا كنشتغلوا على تاسيس الفروع الجهويه، جا التقسيم الجديد ديال المملكه اللي فيها 12 جهه. الان اليوم هو الفرع رقم 12، الان اللي كملنا الحلقه ديال 12 جهه، حيت التقسيم اللي كان قبل كانت مدينه وجده فيها فرع جهوي، ولكن للاسف الوفاه نتاع الزميل الاخ ديالنا السليماني اللي كان رئيس الفرع الجهوي ديال جهه وجده مؤخرا، اللي جعلت على اننا نفكروا في اعاده الهيكله ديال من جديد ديال الفرع ديال الجهه الشرقيه، واختارينا مدينه الناظور هي اللي غادي تكون مشعل ديال الجهه الشرقيه. لماذا الناظور؟ ديال الجميع، اولا كنشكروا سي رحموني اللي تحمل عنا السفر باش يحضر معنا هنا في تاسيس اتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربه. كيف كتعرفوا اننا درنا مجموعه من الاجتماعات، مجموعه من المشاورات والفقاطة باش نوصلوا لهذا النهار اللي غنعقدوا فيه هذا الجمع العام التاسيسي ديال الفرع اتحاد الصحفيين الجهوي. بالنسبه كيفاش عرفتوا اننا احنا في حاجه تمس لهذا الاطار، لاننا كيف كتعرفوا ان مدينه الناظور فيها مجموعه من الفرق الرياضيه سواء كره القدم او كره السله او باقي الرياضات، لاننا نفتقد لاطار يجمعنا، لاطار يمثلنا، لتقنين ما هو قانوني، ما هو يدخل في اطار تسمى القانون الاساسي الخاص باتحاد الصحفيين الرياضيين المغاربه. نتمنى ان نكون فاء الخير على الرياضه. كيف كتعرفوا ان الرياضه الناظوريه كتعاني على كافه المستويات، سواء من خلال غياب المركب الرياضي او من خلال غياب الدعم المادي، ومن خلال انه الانديه كيعيشوا مجموعه من الصعوبات.